صباح الخير احبائي واعزائي، مع قناتكم قناه الملكه والامير، باسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين من كل شكر. يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفانا اعطينا اليوم، وقل لنا اعذرنا ولك ما نقبل نحن ايضا مجرمين علينا، ولا تكن تقريبا لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة، أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية على قضية الطفل الشنودة. علق القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على قضية الطفل الشنودة، والتي بجر موقعنا وقناتنا ملكة الملكة والأمير. وقال القمص موسى إبراهيم في تصريحات صحفية إن قضية الطفل الشنودة هي قضية إنسانية في المقام الأول، ونأمل في حلها في إطار القانون. وشدد القمص موسى إبراهيم على تطبيق القانون قائلا: ما يعنينا في الدرجة الأولى هو تطبيق القانون، وأيضا الحفاظ على الاستقرار النفسي والأمان لهذا الطفل البريء. كما علقت الأخت حنان ترك وقالت: ليس من حق أي مسيحي أن يتبنى شخص أو طفل مسلم، وأن شنودة أو ليس شنودة، يوسف هو طفل مسلم بالفطرة. وقالت أيضا أنه ليس من حق أي مسيح أن يكون رئيسا للدولة المصرية أو أن يشغل أي مناصب قيادية، فلابد أن يكون من الدرجة الثانية. كما علقت أيضا على شجرة كريسمس في العام الماضي وقالت إنها فكرة بوذية، وأن المسيح ليس من حقنا أن نحتفل به بهذه الطرق. وكما قالت ان ليس من حق اي مسيحي من حقه التبني، او ليس ان المسيح هو يعتبر من الدرجة الثانية، وهو ان يكون خادما وليس يكون قياديا او سياسيا. هذه ما قالته الاخت المباركة حنان ترك، وننتظر تعليقاتكم ولايكاتكم بما قالته هذه الاستاذة. كما انه اليوم 9 الجمعة 9 سبتمبر 2022 4738، هذا اليوم من نسيء، اليوم 4 من شهر مبارك النسيء. احسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب. يا ابائي واخوتي امين. في هذا اليوم نياحة الأنبا بيمن المتوحد، وفي مثل هذا اليوم تنايح القديس الناسك الأنبا بيمن، ولد نحو 350 سنة 350 ميلاديا في إحدى بلاد مصر، وكان له 6 إخوة: يوحنا ويعقوب وأيوب ويوسف وسنسيس وإبراهيم. وقد اتفق رأيهم على الترهب، فسكنوا في أحد الأماكن البعيدة، وتركوا محبة العالم، وحملوا نير المسيح، وسلكوا في نسك زائد، واشتاقت أمهم مرة أن تراهم، فأتت إليهم ووقفت بعيدا وأرسلت تدعوهم، فأرسلوا إليها قائلين: إنك لن تبصرين إلا في الظهر بعد يوم القيامة الآتي. ففهمت جوابهم وانصرفت، وقال وكان الأنبا بيمن مرشدا ومعزيا لشيوخ البرية وشبانها، وكان كل من اعتراه شيطان أو حلت به تجربة يأتي إليه فيشفيه. وقد وضع هذا الآب بتعاليم كثيرة نافعة، منها قوله: إذا رأيت أخا قد أخطأ فلا تقطع رجاءه، بل انهض نفسه وعزه وخفف ثقله عنه لينهض. وقال: علم قلبك ما يقول لسانك. وقال له أخو: إذا رأيت أخا سيئ السيرة فإني لا أرتاح إلى إدخاله قليتي، أما إذا كان حسن السيرة فإني أدخله فرحا. فأجاب القديس: إذا صنعت مع حسن السيرة صلاحا فاصنع مع السيء أضعاف ذلك، لأنه مريض ويحتاج إلى الدواء. ثم قال: كان راهب بدير تيميساوس قد وقع في زلة، وكان مدوما على البكاء والطلب قائلا: يا رب أخطأت فاغفر لي. فأتاه صوت: إنني لم أتخلى عنك إلا لأنك غفلت عن أخيك في وقت محنته. وأضاف قائلا: إذا سترنا خطايا أخوتنا فإن الله يستر خطايانا، وإذا أشعرناها فهكذا يصنع الله معنا. بعد أن أكمل القديس أيام متنيح بشيخوخة صالحة مرضية، صلاة تكون معنا وربنا المجد الدائم أمين. نياحة ليبريوس أسقف روما. في مثل هذا اليوم تنيح القديس ليبريوس أسقف روما، ورسم أيام الملك قسطاس ابن قسطنطين. ولما نفي أثناسيوس بابا الإسكندرية وبولس وبطريرك القسطنطينية حضر الإثنان، عندما فأخذهما إلى الملك قسطاس الذي كتب لأخيه فأرجعهما. وبعد أن قتل قسطاس بروما، أرسل قسطيوس
كوستيوس بطلب منه بإداء أشعة أريوس ويقبل نفي أثناسيوس فلم يوافقه على ذلك فنفاه، ثم أتى إلى روما وقتل قاتلي أخيه، فقبله رؤساء الأديرة والكهنة وطلبوا منه رد أبيهم لبريوس فعاد من فاه، وكان مدوما على الوعظ مقاوم أتباع أريوس إلى أن تنيح سلام، وأقام على الكرسي 66 سنة. صلوات تكون معنا أمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، ونكمل معكم الحديث فيما يقال عن الأخ شنودة الذي أصبح يوسف بالإكراه. هل يوسف أصبح شنودة أصبح يوسف بالإكراه؟ كل ذلك سوف نعرفه بعد قليل. صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. في أول الصباح نقول بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة من الأبد آمين. ماذا فعل المسيحيين مع الرئيس السيسي والدولة المصرية؟ وهل وتجرؤهم على هذا الفعل؟ تطالب ACM بتدخل الرئيس السيسي المصري لإعادة الطفل المسيحي إلى الأسرة. مراسلين بالخارج أشرف حلمي يوم الأربعاء الأمس 7 سبتمبر سنة 2022 السيسي الرئيس الطفل شنودة وأشرف حلمي شنودة اختطف من والديه بالتبني، وأرسلت الشرطة إلى دار للأيتام، جابته وحطته في دار الأيتام، وأطلق عليه أطلقوا عليه اسم يوسف، وهو اسم عربي مسلم، والآن يجرى تعليمه الدين الإسلامي بعد استصدار أصدروا شهادة ميلاد جديدة تفيد بأن شنودة أصبح اسمه يوسف، وأقروا أنه مسلم، وتقر جمعية الحركة القبطية الأسترالية الـ ACM بالتحدي الكبير الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكم مصر. أدركت الـ ACM أيضا الصعوبة والتعقيد الذي يواجهه المسيحيون أو قادتنا المسيحيون في مصر في التعامل مع الاضطهاد ضد الأقباط المسيحيين متعدد المستويات. ومع ذلك فإن حدث الطفل شنودة الأخير أعاد إلى أكبر تحدي ضد المسيحيين الأقباط، وهي التمييز بين المسيحيين والمسلمين، التمييز الذي يواجهه المصريون الأصليون بموجب الشريعة الإسلامية للأرض في حياتهم اليومية. تم التخلي عن الطفل شنودة، جه لقوا الطفل شنودة داخل الكنيسة القبطية في مصر، وتم العثور على طفل مولود جديد، ووجده كاهن الكنيسة القبطي، ونتيجة وجوده في كنيسة افترض الكاهن بشكل عقلاني ومعقول أن والدي الطفل البيولوجيين مسيحيين. لو كانوا أهل الطفل أو والد ووالد الطفل مسلمين لكانوا تركوه قدام الجامع أو في الجامع، وعهد الكاهن بالطفل اداه لزوجين من اب وام، واستقبلوا الطفل على انه اصبح هدية من ربنا او طفل معجزة، لان الاب والام قعدوا 29 سنة ما بيخلفوش. اخذ الزوجان الراجل والست الطفل وعمدوه في الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وسموه اسم شنودة، وهو اسم مسيحي مصري مشهور، وحصلوا على شهادة ميلاد تنص على انه دينه اصبح انسان او دين مسيحي، وانطلقوا في فصل واستمرت حياتهم لحد ما اصبح الطفل شنودة عنده 4 سنين،
واهتموا برحلته وكانوا سعداء جدا جدا جدا. وصل ان جه احد اقارب الراجل عشان الورث وعشان المال، ابلغوا الشرطه ان الولد ده مش ابنهم. المهم وصل حادث التبني الى علم المؤسسات الحكوميه المصريه، وتم اعلان ان التبني ده غير قانوني، بعد ان اظهر اختبار الحمض النووي ان الطفل ليس هو ابن بيولوجي للرجلين، او سوري للراجل والست بموجب الشريعة الاسلامية. ليه يا عم ما ينفعش تبنوه؟ اعتبروا ان الطفل ده ما يعرفش ابوه وامه الاصليين، اعتبروه ان هو مسلم الفطرة، ويحذر على المسيحيين تبني طفل مسلم. يا سلام، كده اعتبروا ان هو مسلم خلاص. وتم اتخاذ القرار فقط على اساس انه بما ان الاب والام البيولوجيين غير معروفين، لابد معاملته كمعاملة الشخص المسلم بشكل افتراضي. وتم الاستيلاء على شنودة من والديه بالتبني من قبل الشرطة، وراحوا بعتوه لدار ايتام، واطلقوا عليه في الفور وفي الحال اسم يوسف، وطلعوا له شهاده ميلاد وانه دينه دين اسلامي، واصبحوا يعلموه الدين الاسلامي بعد استصدار شهاده ميلاد جديده. بتبين ان شنوده الان اصبح اسمه يوسف وهو مسلم. اما الاي سي ام قلقه بشان رفاهيه شنوده، ليس فقط بسبب الصدمة التي تعرض لها في مثل هذا السن المبكر وحملة بعيدة عن أبويه اللي أصبحوا بعاد عنه، ولكن أيضا بسبب سوء أوضاع دور الأيتام في مصر. هذه قصة إنسانية مأساوية، قصة ليست سوى جزء من قصة طويلة الأمد. اضطهاد المسيحيين اليوم، الضحية طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ووالديه بالتبني، وكانت الضحايا بالأمس شابات تعرضن للاختطاف من قبل بعض المتطرفين والاضطرار بهم والضغط عليهم لاعتناق الدين الإسلامي بالأسبوع الماضي، وتم حرق الضحايا أحياء في كنيسة أثناء هم يصلون بالكنيسة، مع عدم وجود تقدم معروف بشأن أي تحقيق موعود. ده اللي بتقوله الـ ACM الأسترالية في الشهر الماضي. وأجبر الضحايا على مغادرة بلدهم كتعويضا للمسلمين، لأن رجلا مسيحيا وحيدا في المدينة أقام علاقة غير شرعية مع امرأة مسلمة، وهي علاقة يحظرها القانون الإسلامي وأيضا القانون المسيحي أيضا. وكان ضحايا العام الماضي من التجار المسيحيين الذين أحرقت ولعوا وأشعلوا النار في المحلات بتاعتهم في العقد الماضي، وكان الضحية قس مسيحي أيضا في شهر رمضان، وتجرأ على الحديث عن دينه لشخص مسلم أيضا كاهن آخر في القرن الماضي. وكان الضحايا من الرجال الذين رفضوا تكريم المسلمين ودفعوا حياتهم قبل 1400 عام. الضحايا هم الشعب مصر الذين تم استعبدهم بوحشية من قبل جيوش العرب الغزاة، وتم تحويلهم الى حد السيف كما يدعو الاي سي ام الرئيس السيسي والقيادة القبطية في مصر الى بذل كل ما لديهم من حسن النية وتحقيق المصالحة لهذه الامة الجريمة لوقف معاناة ملايين المسيحيين من السكان الاصليين في مصر. ولكن أحب ما أقول أن هناك أشخاص كثيرين من إخوتنا المسلمين هم أحباء لنا وهم في قمة الاحترام،
وقمة الشرف وقمة الكرم. اي سي ام بليز فور ايجيبشن بريزيدنت السيسي انفرنيشن تو ريتيرن كريستيان شولد تو فاميلي. اشرف هلمي شنودا ووز سايزد فروم هيز ابروفايدد بيرنتس باي ذا بوليس اند سنت تو ان اور هيرج where he was given a Muslim Arabic name Yusuf and is being taught the Islamic religion after a new birth certificate was issued stating the Shinoda. Now Yusuf is a Muslim. The Australian Coptic movement regulation the greed change. President Abd al-Fattah al-Sisi facing in governing Egypt, the ACM also recognized the difficulty and complexity our Coptic leaders in Egypt are facing in dealing with the motivated religion of Coptis. However, the recent event baby Shinoda brought back to surface the biggest challenge of all this generation. Egyptians are facing under Islamic law the of the land every day. Their life. Baby Shinoda was abandoned inside a Coptic church in Egypt. Then newborn baby was found by the Coptic president of the church. The president recently assumed that his child's beloved parents are Christian. If they were Muslims, they would have left the baby in front of a mosque. The president enters baby to couple in his collection who received the baby as God's gift. ده ما اتقال باللغة الإنجليزية وهذه ليس من أجل إثارة الفتنة كما يدعى الآخرون ولكن نريد تصحيح الأوضاع تصحيح الأوضاع تصحيح الأوضاع. تحيا مصر تحيا مصر. كل الشكر والحب لكل إخوتنا المسلمين والمسيحيين وأرجو من الله أن يوفقنا جميعا وأن نعيش في بلدا كلها فخر وكلها أمل وكلها سعادة ونطلب من الله أن يزيل عنا الوباء والغلاء. وكل الشكر لمحبي المستمعين. أرجو منكم الاشتراك في القناة قناة الملكة. مساء الخير أحبائي وأعزائي وكل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم عن خبر يعني دي أهمية قصوى شوية. تحذير من دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العالمين. نشر اليوم دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العالمين تحذيرا جاء فيه نما إلى علمنا أن هناك أشخاص يتواصلون مع بعض محب الدير طالبين دفع مبالغ مالية وعطايا عينية بالتبرع للدير بدعوة المساهمة بالدير وتحذر الكافة من هؤلاء والنوم إلى ميامي. الدير لم يكلف أي شخص بجمع تبرعات بأي صورة من الصور لصالحه أو أي شخص يستغل اسم الدير في هذا الأمر يتحمل وحده المسؤولية القانونية عن تصرفه الخاطئ. ليس للدير مقرات لا في القاهرة ولا في أي محافظات أخرى ويمكن تقديم العطايا والتبرعات للأب الأسقف رئيس الدير أو الراهب القس غايس الأنبا يحنس أو مكتب التبرعات للدير. ومضى البيان الأنبا ديسكوروس أسقف ورئيس الدير وعلى ابن الطاعة تحل عليه البركة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم. صباح الخير أحبائي وأعزائي وكل عام وأنتم بخير. أليسا هل تسيء للدين الإسلامي؟ وسوريا عارية تماما؟ هنعرف الموضوع. نفت الفنانة اللبنانية أليسا حقيقة التصريحات
المسيئة للإسلام وغيرها. المهاجمة لسوريا التي نشرت على حساب تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أنها عارية تماما من الصح. وقالت أليسا خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي على تويتر في موجة تصريحات خاطئة بتطلع على لساني والمؤسف انها من صفحات موثقة مرة عن سوريا ومرة عن الدين الاسلامي، وانا اكيد لا قلت ها احكي ولا بقول ولا بتدخل باي تفاصيل دين اي حد. وتابعت أليسا تصريحات هي على صفحتي وبإطلالتي بس، وكل الباقي اشاعات مش اكتر وصفحات فقدت مصداقيتها. وكانت حسابات تحمل اسم الفنانة أليسا على تويتر قد نشرت تغريدات اعتبرها متابعون مسيئة للدين الإسلامي، بالإضافة إلى تغريدات أخرى هاجمت خلالها يعني إساءة أيضا تويتر بين اتهام أليسا بالتطبيع مع إسرائيل والدفاع عنها. النجمة اللبنانية أليسا تعرضت لوابل من الاتهامات بتأييد التطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد تعاطفها مع الكاتب اللبناني أمين معلوف. دائما ما تتعرض الفنانة اللبنانية أليسا للهجوم والانتقادات لجراءتها في التحدث بآرائها السياسية، ولكن الجديد في الأمر هو اتهامها بتأييد ودعم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأيدت أليسا رأيها على موقع تويتر في ظهور الكاتب اللبناني أمين معروف على قناة إسرائيلية، وهو ما أصار ضده هجوم عنيف، معبرا عن فخرها بالكاتب كشخصية لبنانية قائلة حان الوقت للتعالي على الأسباب السطحية ونحترم هكذا شخصيات. وأشعلت تغريدة أليسا رواد تويتر الذين أطلقوا هاشتاج أليسا تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وتعرضت فيه لكثير من الانتقادات والتشكيك في وطنيتها وانتمائها لبنان، وهو ما قبلته النجمة اللبنانية بالصمت كعادة عندما تتعرض لهجوم. فيما هب جمهور أليسا للدفاع عنها ضد الحملة التي انطلقت ضدها ليطلقوا هاشتاج أليسا وطنية غصب عن الجميع، ودفعوا عنها فيه بسبيل من التغريدات وبسبل أخرى مقدمين على هاشتاج الآخر أن حربهم يجب أن تكون مع إسرائيل وليس مع أليسا. أليسا المعروفة بولائها لحزب القوات اللبنانية وحبها للسياسي اللبناني سمير جعجع دائما ما تكون عرضة للانتقادات، ولكن كل ذلك لا يؤثر على نجوميتها الفنية، وهو ما أكدته في تصريحه منذ سنوات بأنها لا تغفل من إعلان وانتمائها السياسي ولا تخاف خسارة معجبيها. أثر ذلك كثير بالذكر أن أليسا تعرضت للعديد من مثل تلك الانتقادات، وكان أبرزها الهجوم عليها وقت دعمها لضحايا هجوم مجلة تشارلي إيدو الفرنسية، وهو ما فسره البعض بأنها تكره المسلمين وتسيء للإسلام. ليس هذا ما ينبغي أن يقال، ولكن لابد أن نعرف الحقيقة أكثر وأكثر. هل أساءت أليسا للإسلام بالفعل أم إنها لم تسيء للإسلام؟ الحقيقة هناك صورة توضح بهذا الأمر. على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شن عدد من المتابعين حملة ضد النجمة اللبنانية أليسا بسبب صورة نشرتها أثر حادث صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية التي أسفر عنها مقتل 12 صحفيا باعتبار أنها تسيء للمسلمين بالصورة التي كانت عبارة عن قلمين تخترق طائرة في إشارة إلى حادث 11 سبتمبر، وكتبت عليها مؤكدا أن الحبر هو الذي يجب أن يراك وليس الدماء. ولكن بعض متابعيها بصروا الصورة على أنها اتهام للمسلمين بارتكاب حادث 11 سبتمبر، وهو الأمر الذي أثار مشكلة كبيرة من المؤيدين لموقف أليسا والرافضين لموقفها. وكان رد المطربة اللبنانية سريعا حيث أكدت أن صفحتها الشخصية على تويتر تعبر عن آرائها
وأبكرها، مضيفا أنه لا يوجد أحد سيمنعها من التعبير عن رأيها، طالبة مما يرفضون أبكارها التوقف عن متابعتها. أحبائي وأعزائي، أليسا هل ما زالت تحارب؟ هل ما زالت هي فعلا تسيء إلى الدين الإسلامي؟ هذا ما نعرفه أيضا في الفيديوهات وكل ما يهمنا اليوم، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، اليوم 30 من الشهر المبارك مسرة، أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب. يا أبا إخوتي، في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم ملاخي أحد الاثنى عشر نبيا الصغار، وقد تنبأ عن عودة الشعب من السبي إلى أورشليم، وبكت بني إسرائيل على عصيانهم للرب ومخالفتهم لنموسية، ووبخهم على تقدمه الضحايا المرذولة، وتنبأ عن دخول الأمم عندما قال: من مشارق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمه طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم. كما أظهر لهم عدم إيفانهم العشور والبكور بقوله: هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لأفتح لكم كوي السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع أمطار من أجلكم الأكل، فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم القرم في الحقل قال رب الجنود. وتنبأ عن مجيء يوحنا المعمدان أمام السيد مخلص المسيح بقوله: هنذا أرسل ملاك فيهي الطريق أمامي، ويأتي بغضة إلى هيكله السيد الذي تطلبنه، وملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. وعن مجيء إلي أمامه عند انقضاء العالم بقوله: هنذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم المخلوق، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم، لألا أأتي وأضرب الأرض بلعنة. ولما أرضى الله بسيرته الصالحة وأكمل أيامه بسلام انتقل إلى الرب. صلواته تكون معنا، أمين، والمجد لله دائما، أمين.